دي اعدالي. شوفي الحلاوة. هتفضل اعدالي. شوف يا ابني، انا هقول لك كلمات وانت تقول رد الفعل عندك، بس بكل بساطة اي رد يجي على بالك اسكعه على طول. اسكعه؟ اتفضل يا دكتور. منى. وردة حلوة. حماتك. بتنجان اسود. معلم عاشور. اوف ابو ودنين. اكس الله يكسفك. في ايه؟ مالك يا معلم؟ سامع يا سيدي صاحبك بيقول عليه اوف ابو ودنين؟ انا اوف ابو ودنين؟ الله يطعك يا تحسين. انا قلت له 100 مرة ما يقولش الحكاية دي قدامك. معلش يا معلم، اصله بيتعالج. يتعالج ايه؟ دي قلة حياة. يا معلم هو دلوقتي في نوبة صراحة. وتلاقي عقله الباطن هو اللي بيتكلم. يعني هو حكيم من الباطن. تمام. اعتقد ان تحسين عنده عجز جنسي. لا مؤاخذة، يعني ايه عنده عجز جنسي؟ عنده الظاهر ان ما عندوش يا معلم. مفلس؟ تحسين مش راجل يا معلم. اسود ومنيل بستين نيلة، يعني بنت اتجوزت حرمة. على اي حال ده مجرد احتمال. طب ازاي يا دكتور هنعرف الحقيقة؟ شوف. اي. مفيش غير انك تاخده وتقضي معاه ليلة حمرة. وبعد الليلة دي انا هقدر احدد. طب نزل ايدك من علي. كلام ايه ده يا دكتور؟ شفت حاجة عليا؟ حد قالك اني عيب؟ عيب يا ابني، عيب الكلام اللي بتقوله ده. انا اقصد انك تشوف له واحدة، تشقط له واحدة يقضي معاها الليلة. اشقط انا على اخر الزمن؟ كلام اسحيل على كده. خلاص حاضر. ده صديقك ولو عليك حقوق. ايوة ده كتير يا دكتور، ده انا ما عملتهاش مع نفسي لحد النهاردة يا عالم. اما كانش عشان خاطره هو، يبقى عشان خاطر انا وبنتي يا استاذ. امري لله، بس ما حدش يقول لحناظر. شوف انت تاخد الجهاز ده وتثبته في السرير من غير ما ياخد باله. تخمه يعني. اخمه؟ ايوه يعني خاله. بس اسكت. واخد لي بالك؟ وقبل ما يحصل اللقاء العاطفي المنتظر تديني خبر هنا في العيادة، وانا حراقب كل حاجة من الجهاز ده. خبر زي بعضه يا جدعان، يعني الراجل يبقى قاعد في اوضته وقافل باب عليه وانت تراقب وتكشف ستره كمان. وبعدين وبعدين دي سيكولوجيا يا معلم. استر ان شاء الله ما يشوفوش. هو قال لكم ايه الدكتور؟ خير سليمة ان شاء الله. سليمة. تعال 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 بس تعال تعال معانا. يلا يلا توكل على الله. يلا بينا. يلا سيدي الحمد لله اللي لازق في دخلوه يا معلم. هو الدكتور قال لكم ايه؟ والله هو بيقول يعني ما تتكلم يا استاذ. ايوه يا معلم الصبر طيب. ما هو عمال يسال وانت مبلم. اتكلم اتكلم يا استاذ. ايوه بجمع افكاري وارتبها يا معلم. الحكايه بقى فيها تجميع وترتيب. انا من ساعه ما قال لي انتوفوريا وانا مش مستريح. شايف؟ اي ايه يلا يا سيدي. الدكتور قال لنا ان اعصابك تعبانه شويه ولازم تقعد في شقتي يومين ثلاثه لحد ما تروق وتبقى عال. وما اقعدش في شقتي انا ليه؟ ما انت عارف بقى اللي بيحصل لك في شقتك. ومنى؟ منى ما تتكلم يا استاذ. يا معلم مش كتف ده اللي بتضرب عليه، كتف التاني. ما هو الراجل عمال يسال وانت مبلم. ما تفهموني الحكايه بقى بالظبط. اصل منى رخرة لازم تقعد عند والدها يومين لحد اعصابها ما تستريح، مش كده يا معلم؟ براو عليك يا استاذ الاساتيز. ما هو ده اللي قال عليه الدكتور بالظبط. انا استحيل اقعد بقى بعيد عن مراتي. ايه هندوحر مع الدكاتره النفسوانيه كمان؟ افترض انت ومنى روحتوا البيت، ما هي المصيبة هتحصل تاني ويرجع أبوك عند أخوك. طيب اللي تشوفوه. فصح.
وحدك. تفضل. أربع دول عبال ما وضب لك السرير والأوضة احتفالا بشخصك العظيم الهايل. يا عظيم يا هايل. وايه ده اللي عظيم وهايل؟ أكيد الأنتفوريا واضحة علي. أنا أصلي افتكرت إن عندي مشوار صغير رايح أقضيه وأجي. طب أجي معاك عشان أنا بخاف أقعد لوحدي. لا لا لا، دكتور قال ما تخرجش أبدا، لازم تستريح في البيت. طب ما تأخرش عشان أنا زهقان. والله يا صديقي حسب التساهيل. ادعي لي إن ربنا يوفقني. اتكل على الله. كل يوم هشرب من نفتالين ده. أنا اللي عاوز، هو اللي عاوز. هو مين؟ زميلي. يعني لو سمحتي 5 دقايق من وقتك تبقى عملتي عمل إنساني كبير. أنا مش فاهمة أنت عاوز إيه بالظبط. مش أنا اللي عاوز، ده هو. ومستعدين ندفع لك اللي أنت عايزاه. يا صيفي أنت، ها؟ قلتي إيه؟ في إيه يا فندم؟ عاوز حاجة؟ أنا مش عاوز، هو اللي عاوز. هو مين؟ زميلي. عايز ايه؟ الهانم بس. 5 دقايق وحنرجعها على طول، بس بعد ما نطمن. تطمن على ايه؟ امسك. اصل زميلي الدكتور قال له معاه عروس 5 سنين. هوب بان معاه عروس 5 سنين. هو الدكتور قال معاه عروس. قلت ايه؟ انت راح فين؟ ساعات البيت. سيادتك فاهم غلط. انا مش عايزة عشاني، ده عشان هو، وهنديها الفلوس اللي هي عايزاها. انت عايزة كام؟ ادي جنيه وهات الباقي. انت مالك انت؟ يا ابويا ساعات البيت. يا ساعات البيت، انت بتضربني ليه؟ انا ما بحبش الحاجات دي. انا والله العظيم راجل بصلي ومش ممكن اعمل حاجة تغضب ربنا. وحياة والدك تكلمها لنا. ها، احنا مستعدين ندفع لك اللي انت عايزه. انا شوف حدلك اللي انت عايزه كله. ادي جنيه وهات الباقي. ها، اتفضل يا منى. اتفضلي سعاده البيه. المساله كلها مش هتاخد اكتر من 10 دقايق على ما سيادتك تشرب القهوه نكون احنا اطمنا. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ انت قليل الادب ليه؟ انت مش هتجيبها لبره، انا هلبك بقى. اوعى اوعى، انا هتخرب بقى. يو اللي جتني تاني. انا ابن اسمه تشيش. يا راجل يا كلب. يا يهو. ايه يا انت اهو. ايه ده كده؟ الله يلعنه. خير؟ طمني. جوز بنتي طلع راجل. راجل؟ راجل ولا مش راجل؟ انا مضرب ليه يا معلم؟ اتبهدل ليه؟ عالم اللي ما عندهاش ذوق ولا انسانيه بقول له يا سعادتي بيها ناخد الوليه 10 دقايق عبال ما سيادتك تشرب القهوه عشان نطمن على الراجل. وعينك ما تشوف الا النور عليه مرزبه. لا انا مالي باللي بتقوله ده كله، طمني الاول هو طلع راجل ولا لا. يا معلم انا مستقل من الشغلانه دي، انا شقتي تحت امركم، انما انا ما اقدرش انضرب في اليوم مرتين، ما حصلتليش في حياتي. ايه يا اخي ده؟ ايه اللي بتقوله ده؟ اسمع ما اقول. ايوه يا معلم. وربنا انا كان قلبي حاسس انك ضغوف ولا تنفع تستقطع حاجه ولا تعمل حاجه ابدا. مالكش دعوه انت. شكرا يا معلم. اروح انا الاسعاف اريح شويه. ريح ايه؟ خليك هنا خليك. بلاش هاجر. تهاجر ايه؟ انا هنزل استقبلك واحده على الفرازه اخر حلاوه. كنت اعرفها يا مشاو. وطي صوتك احسن منى تسمعني يا معلم. لا ما اصل منى خدت البت النبويه وراحوا عند زنوبتي ومسكت فيهم هيبته عندها. عن اذنك بقى ما البس حاجه عليك عشان اروح. طب بس ما تاخرش يا معلم لان الدكتور زمانه مستني. ها؟
اخف على الدكتور لا يتعبي. خدي يا حبيبتي اشربي كوبايه الليمون دي وروقي دمك. متشكره يا زوبه مش عايزه. حياه النبي عين وصابتكم وصابتني معاكم. ما انا جايه عشان اقولك مش هخلي بابا ياجل جوازكم اكتر من كده. يا حبيبتي يا نور عيني، هو انا معقول يجيلي قلب اخش دنيا وانت لسه واقفه على بابها رجلي بره ورجلي جوه؟ يا حبيبتي يا زوبه اصيله. قولي يا منحوسه يا زوبه. بقول ايه؟ عن اذنك اما اروح ازور واحده جارتي عيان. طيب يا حبيبتي. عن اذنك. اهلا وسهلا، اتفضلي يا سلولة، خشي برجلك اليمين. مش معقول، بحبه. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتحبني وانا بحبك. بحب مين؟ مش انت محمود مليجي؟ مليجي مين؟ امال مين انت؟ مين ده؟ ما اسمها دي اللولة. اه هي دي امال دي اللولة. ايوه انا بتاعت التجربة يا معلم. معلم ايه؟ سوري يا مدام. لا ما تسيبنيش لوحدي يا مكرم. ثانية واحدة. ايه؟ في ايه؟ مالك؟ مالي ايه يا مكرم؟ ايه مرعوب كده ليه؟ في ايه؟ هي دي عريضة قوي. عريضة مين؟ عارف اللي مش عاجباك دي؟ كانت موقفة شارع عماد الدين على رجل واحدة. دي ولا شارع عماد الدين ولا شارع الشوارب حتى. يا معلم احنا عايزين نعالج تحسين، مش عايزينه يقطع الخلف. فاهم يعني ايه؟ انت هتقعد تتفلفس، انت تروح توديها له مالكش دعوه، هي تصرف ولا تعالى. يا وليه يا ابو سيدي. لا انت بتحبني. يا وليه انا لا عاوز حاجه ولا حد. هو اللي عاوز. يلا بقى اديني بؤسه. انا حد عامل لي عمل؟ لا اديني بؤسه. ما اديش لحد حاجه. اوعى تخاومني، اوعى تخاومني ابدا. يا وليه ابو ايه ده؟ ربنا معايا، ربنا معايا، ربنا ما جاي تهزقني هنا يا معلم؟ معلش يا لولا الراجل سرجن. معلش بقى، يبقى البركه فيك انت يا معلم. كده معلش. وانا هتعلقوني من كل حاجه؟ لا يا معلم. لا ما هو انا بقى هفهمك. انا هفهمك الحته. انا جيت لك اهو يا عينيا، ولا زيك اهو في الرجال، والنبي لو ترضى عليا لافتح لك قلبي وكاله، من غيرك ليا يا اختي يا شربات. اختشي يا وليا اللي اختشوا ماتوا، اتلم وخلي في وشك دم. هي اللي تشوف حسنك تتلم، تتوب ثوابات وتموت موتات، وتسيح سياحات وتروح وحدك كده بالاحضار، وتروح وحدك كده بالاحضار. احضني يا معلم. يا مبيت يا بوليس، دوغان هربان دوغان هربان. خليك هنا خليك، بلاش تفارق، طلعني لاخد فيك سنة سنة واقول ده سارق. ابعدي عني، اعملي معروف، روحي سيبيني انا عندي ظروف. يا اختي عليك يا اختي، ويا روحي عليك يا روحي، لما تكون يا جميل مكسوم صارت ليا تعالي اوام. انا عندي كلام، انا عندي كلام بدي اقولك، طيبك لما عليا يفوت، ما بنامش الليل وانت بتروح اعيش واموت اموت.
وزير. عيبتني على وش جواز. اه من حبك وعمايله يا ابو قلبي كانه جلاس، وانا بترجح وبحيله ود العشت الخباز. لا وحتى بقيت مش طايله، وانا اجيب لك على بغداد واعمل لك سلم نايله. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. مين دول اللي وحشوك؟ عيونك وحشوا عيوني. دول مش عايزين يشوفوكي. يا اللي مش عليك مكتوبة وبعادك عني رتوبة. طب اعمل ايه معذوبة ودنيا بقت مخطوبة. ادي زوبة زقة. لا 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 ادي زوبة زقة. لا 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 ما تفكرش فيها وادي زوبة زقة. لا 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 هي اولى بيها ومن تستاهل الزقة. لا 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 يا معلم يا حنين يا معلم يا كل يا نار زي بعضه رحنا في داهية. اهدني يا معلم يا شيخ اتنيلي ده انا دمي هرب. بقولك ايه؟ تعالي هنا. معلم فين يا معلم؟ تعالي. لا انا فين؟ خشي الاوضه دي. لا لا تعالى معايا. هو هنا هو معايا. ايش في ده؟ مش صلبعين على ايه بس؟ حاضر. فين شوفي يا اهلا بيك ازيك؟ ايه اللي جابك دلوقتي ها؟ قلت المنى رايحه ازور واحده جارتي عيان. وجيت اشوف تحسين. ها قال ايه الدكتور؟ دكتور ايه؟ ده انا اللي عايز دكتور يا دوبه. عيان؟ يا لهوي يا معلم ده انت حرارتك مرتفعه. اما اجيب ميزان حرارتي. مش عايز ميزان حراره. مالكش لزوم بقى. مفيش داعي. مالوش لزوم ازاي؟ مفيش داعي يا ستي بس والله. ده انت غالي عليا. الله يخليك. انا عارف ان انا غالي عليك. لو كنت غالي عليك مش عايز حاجه. مش عايز. الله انت مالك مش عايزني اخش الاوضه ليه؟ انت مش على وعدك ليه؟ الاوضه يعني انا مالك؟ انت فين يا معلم؟ انت فين يا الله؟ انت عندك ضيوف يا معلم؟ الله الله ودي تطلع مين دي؟ انا نكوى فؤاد. اخفى عليك يا خاين يا رشاش. بقى يا راجل تسرب بونا وشغال وتبعتهم عندي عشان تعمل عمتك السودة دي. وربنا يذوب انا بريء. اخرج ما تمشي اسمي على لساني. معلش طبيعتي بس شويه فاهمني. فاهمك كل حاجه. تعالى يا معلم تعالى. مين الست اللي بتسير مني وتحكد عليا؟ سيبيني في نصيبتي ونصيب جوز بنتي اعملي معروف. يا خيبتكم يا خيبتكم. مش كنتوا تقولوا انكم مش هتعرفوا تتصرفوا؟ اهو ده اللي حاصل. خلاص انا هتصرف. يعني مؤاخذه انت تستقضي حاجه بمعرفتك. اسكت انت يا خيبتك يا خيبتك. بذمتك خدت ثانويه عامه؟ اسكت يا ولد انت. اسكت بس يا معلم. هو انا اتكلم؟ الو كباريس صرصار المراهق. مدام نونا من فضلك. نونا اهلا نونا. ازيك يا نونا يا بنتي؟ طبعا انت يا حلوه. انا دكتور ويليام. نونا انا عايزك تمر عليا دلوقتي حالا. لا 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 شغلانه مهمه قوي. هاي. اي خدمه؟ انت بتاع المساج؟ لا انا بتاع التاريخ. لا 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 انت بتاع المساج. يلا عامل احسن مستعجله. ابتدي الجلسه بسرعه. جلسه ايه يا استهاني؟ أكيد حضرتك غلطانة، أنا زي ما قلت لحضرتك مدرس تاريخ. إن كان يلزمك حصة أنا تحت أمرك. أوكي أنا مدرس تاريخ مش مدرس طبيخ. أنت قلعت ليه؟ عشان نبتدي الدرس. قول. مرة بابليون بابليون برابرت كان نازل يشتري معاسي. راح عند الراجل بتاعنا فبابليون برابرت ما لقاش الراجل بتاع معاسي. أم قالت له أنت ما لقيتش. أم بابي يوم برا برا برا. عظيم عظيم. خير يا دكتور؟ طمنا هنا. خف شوية علي. خف شوية يا معلم. دي لسه مرحلة تمهيدية. وبعدين بعد إبراهيم باشا جه وراه على طول زكي.
ايه ده يا دكتور؟ بتبوسه بتبوسه. ايه يا نصر دي بتحضنه؟ خف عليا بقول لك، بلاش حركات الاوتوبيسات دي. خف يا معلم. بيقول عليه السر يا وسي بعد ذات السماك. هو دلوقتي اللي بيبوسها بيحضنها. خشتي تحت مات مات. الف مبروك الف مبروك يا معلم، الف مبروك. الاستاذ تحسين في غايه القوه والحيويه والنشاط لدرجه ان الجهاز اعصابه ما استحملتش. ايه وسيبه العراجل، وسيبه العراجل، وسيبه العراجل. اشكرك يا رب. تحسين طاب والمعلم اتجنن. خلاص. طب والحاله اللي بتجيله دي يا دكتور؟ دلوقتي اقدر اقول لكم ان الحاله بسيطه، ما تخافوش. حلاوتك انت، قول قول زي ما عجبك قول. بقولك هجيب خايف. هو دلوقتي في صراع نفسي، مش قادر يصدق انه اتجوزها بعد ما كان فاقد الامل وعنده احساس بان امها بتطرده. عشان كده اقترح انه ياخد مراته ويروح يقضي شهر عسل في حته بعيد عن الشقه، في لوكاندا مثلا. شكرا يا دكتور. مباحث مباحث. عايز يا استاذ ايه العمليه اللي بتعملها دي يا تحسين؟ فتشت القطر كله. معلش يا حبيبتي، الاحتياط واجب، كان لازم اطمن ان اللي ما سماش ما جاتش ورانا. وبعدين بقى يا تحسين ما تنساش انها امي. انت زعلانه مني؟ أنا زعلان عليك أنت. وأنا زعلان على نفسي ومن نفسي. عشت طول عمري أحلم بيكي وأتمنى أكون جنبك، ويوم ما نكون مع بعض يحصل اللي يحصل ونتحرم من بعض. عمرنا ما هنسيب بعض يا حبيبي. أنا جنبك وهفضل جنبك لآخر يوم من عمري. ودي كلها أزمة وهتعدي على خير بإذن الله. يعني هنقدر ن ها؟ تحسين. بقولي لا. خش هناك. انت لسه برضو زعلانه مني حتى بعد ما عرفت ان انا بريء ومظلوم؟ انا زعلانه على بختي اللي مال وحظي اللي اتعاور. ما خلاص هانت، انا غشيش قلبي من جوه. هانت ازاي وانت جاي تاجل الفرح؟ ما هو ما يصحش انا اتجوز ولسه بنتي عذراء. ما هو لو نستنى بنتك اما تخش دنيا مع ست حسين هكون انا بقى سبقتك ودخلت الاخره يا معلم. اهدى يا زوبه، الموقف صعيب. وانا حالتي اصعب. الصبر يا زوبه الصبر. اشتري منين يا معلم؟ مش كفايه اني طول الليل نايمه وحضن الوساده الخاليه، وانا وربنا طول الليل معبط في المرتبه، واصحى الصبح الاقي نفسي اغرق اغرق تحت السرير بكسف اقول. ده انت تمشي من هنا وانا دموعي تنزل على خد رشي، تقول تعالى يا معلم الحقني وشوف اللي جرالي. لا لا بلاش كده زوبه بلاش، احسن احنا الاتنين طايشين وجايز في لحظه انسجام نغلط ونخلف طفل الخطيئه ونسميه سراج. تاكس تاكس. استنى استنى وحده استنى. خش انت روح خلي دي هنا. لو كانت فلسطين وحياتك. على مالك يا اسطى؟ هي الدنيا طارت؟ حاضر. يا لهوي امك ماما. بلاش دوشه بقى، علاج دماغي.
عجبك كده؟ ما هي سرقت لما شافت خلقتك. لو قلبك عليها صحيح طلعها. ده بعدك. خلاص والنبي لكون شاربة من دمك النهارده. هات الشنطة من قدام وحياتك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه واقف كده ليه؟ العربية ماشية من غير سواق. في عربية من غير سواق؟ يا راجل شوف شغلك. اضطريت اظهر لك عشان تعرفي ان امك بصحه جيده. سامع يا معطف؟ يا ماما حرام عليك اللي بتعمليه ده. ده ما يستاهلش العمال دي كلها. يطلقك واجوزك واحد بمزاجي وتبعدوا عن بعض. لكن انا مش عايزه اتطلق وانا بحبه وهو بيحبني. جاتك خيبه؟ تحبي في ايه ده؟ حب واحد زي ابوكي نص نقي، مش تحبي لي فيسبه؟ انا فيسبه يا وليه؟ ايوه. ما هو قله ادب بقى، انا مش عايز. فاهم ولا لا؟ انا بقول لك بقى. واحنا جدعان قوي يعني. اداني بقى الطراوة كده ليه؟ انا حاسس بطراوة. ايه يا وليه انت عايزة تعملي ايه بالظبط؟ اهدى غسيل كويس؟ لا كده اعطس بقى وكده احكاية. ايوه. باي باي. الهدوم الهدوم يا بنت المجنونة. انت يا وليه انت خليك كده خلي يا وليه. هات الهدوم والا حتى اضرب فيك العيد. ما بالك صح. يا خدتك يا لو دوم يا لو دوم يا حلو. يا وليه انت هاني بقول هاني بقول لك الهدوم انت مش هتخلف. طيب حتى اضرب فيك العيد ما بالك صح. ايه بس ايه انت زعلت يا حبيبي؟ عبد البوش انت الكرسي يروح. باي باي. جود باي. باي باي. انت يا ولية ما صحش. يا ولية هات الهدوم. يا ولية راحت فين؟ يا ولية هات الهدوم. يا ولية يا ولية ما صحش كده. حبرت يا ولية حبرت كده. سيب ال سيب سيب ال يا ولية هات ال بصلي يا ولد الشرطة اهو 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 اهو. يا نهار اسود الشرطة اهو. يا وليه احتش على دمك وهات البتاع. بعيد خليك الشرطة خليك فيها على نارك. باي باي باي. انت يا استاذ انت يا استاذ ما حدش ينزل الحمام بهدومه الداخلية. اللي انت بتعمله ده عيب يا محترم. غصب عني والله يا محترم. طب اتفضل اتفضل اطلع بسرعة. ما اقدرش. وجودك في الحمام جرحة. واطلعي بالحالة اللي أنا فيها دي جناية. بقول لك اطلع أحسن والله العظيم. يا سيد أنا عندي موانع شرعية. ما تفهموها بقى. أفهم من كده إنك مش عايز تطلع؟ يا عبده يا مصطفى تعالوا هنا بسرعة. خلي الراجل ده يطلع من البحر. يلا بسرعة. أوعى حد يقربني. أوعى حد. طب طلعوا الستات الأول. أنا غير مسؤول عن أي حاجة. المسألة هتتكشف. أوعى إيدك يا طلعوا الحريم. طلعوا الحريم. أنا ماليش دعوة. طلعوا الحريم. كل واحد يخلي باله من نفسه.
سيادتك عايزني؟ جنابك لازم تفهم ان ده اوتيل محترم، ولا يمكن اطلاقا اسمح لك بالمسخره اللي بتحصل دي. مسخره ايه بس يا بيه؟ في اكتر من الحاله اللي كنت بيها في الحمام؟ في حد في الدنيا ينزل الميه من غير وهو يعني هقول ايه بس؟ الله يخرب بيتها. هي مين دي؟ الشركه بتاعت الاساتك بتاعت المسائل. الاستك من دول ما بيستحملش حاجه. تصور سعادتك ايام زمان كان اسك ابويا يلف علينا كلنا من عيل للتاني للتالت من غير ما نقطع، وفي الاخر خالص نعمله نبله ونضرب بيه العيال. بس 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 اتفضل يا استاذ اتفضل اتفضل، وارجو ان دي تكون اخر مره اسمع فيها عن تصرفات بالشكل ده، مفهوم؟ والا هضطر اقف منك موقف ما انتش حمله. ربنا يستر بقى وما تطلعش تاني. هي ايه دي اللي ما تطلعش تاني؟ اصل انا بفتح الدولاب دايما، تبص تلاقي هي طالعه في قلب اللي. فانا لما بطلع هي. السلام عليكم. الناس دي جرالها ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. مبسوطه ست بالاهانات دي كلها؟ انا الراجل وقفني قدامه ويقعد يهزق فيها ده الكلام ده؟ يخرب بيتك هم سابوك تاني؟ انت عايزه مني ايه يا عبد بقى؟ يا ماما يكون في علمك لو تحسين جراله اي حاجه انا هموت نفسي. اخت عليك يا حبيبتي ما تقوليش كده، ان شاء الله هو واللي يشدد له. ليه بس يا ماما؟ ده تحسين شاب لطيف وبيحبك. حبه قرد. معلش يا حبيبي، طب عشان خاطري يا ماما، عشان خاطري اديله فرصه يثبت لك انه بيحبك. اعتذر لها يا تحسين. حقك عليا يا ست، انا غلطان. هات راسك ابص. اوعى شيل ايدك، انا جدتي متلبشه. طيب ايه رايك لو سهرت معانا الليله دي في النادي الليلي بتاع الاوتيل؟ مفيش مانع.